هانتوما يا خويا كتقدو شحال هاد الطريقة هادي؟ ديك السلك تدخلو في داك التقال هانتوما يا باش تشوف. السلام عليكم يا اخوان، تبارك الله عليكم، نتمنى انكم تكونوا بخير وعلى خير، ومرحبا بكم في فيديو جديد، ومرحبا بكم في قناه العالم ماشي يا اخوان. اذا بالنسبه للناس اللي اول شاهدوا الفيديو ديالنا، ما تنساوش الاشتراك في القناه الاخوان، وما تنساوش تدعمونا باللايكات يا اخوان، طلعوا لنا فيديو اكبر عدد من المشاهدين باش كلشي يستمر في المجد، يعني كلشي يستمر في المشاريع اللي كنقدموا لكم يعني في القناه ديالنا الاخوان ان شاء الله. اليوم غادي تشوفوا معايا الاخوان واحد مشروع صغير مربح جدا بالات صغيره الاخوان، اللي يقدر اي واحد يقدر يبدا به، مثلا اللي عنده راس المال واللي ما عندوش. كذلك غادي تتبع معايا خطه بخطه كيفاش غادي نديروا بهذا المشروع هذا الاخوان. المشروع هو اعداد اللوحات، عفوا المنيات، منيات ديال الماكولات اللي هما هادو، منيات ديال الماكولات هادو ها هما كما كتشوفوا. وكنحتاجوا هاد الكونيكا هادي بالنسبه للناس اللي ما عندهمش كونيكا، يعني يقدروا مثلا يطبعوهم عند المطبعه، كتجي انت غير كتجمعهم في الدار، يعني هاد المنيات هادو كيخليو يعني ارباح محترمه ان شاء الله الاخوان. يعني تبعوا معايا خطوه بخطوه باش تشوفوا الطريقه كيفاش كنخدموا هاد المنيات. اول شيء الاخوان كنحتاجوا هاد الورق ديال الكرتون، هذا ورق يعني وزنه 300 غرام، هاد الورق هذا 300 غرام، كنقسموه على جوج باش كيعطينا جوج ديال الصفحات الاخوان، هما هادو. دابا انا صراحه كنت غنخدمهم، ولكن قلت ارى نشارك مع الاخوان يعني الطريقه من أ حتى لزد الاخوان. هادو هما يعني الاوراق، كنقسمهم على جوج، كيرجعوا بحال هيدا بحال هيدا. ها هما شنو شفتوهم الاخوان؟ يعني كل ورقه كتكون بحال هيدا كنقسموها على جوج باش كتعطينا جوج. هاد العبار هذا اسمه A5، وكاينه العبار ديال A4. دابا الاخوان قبل من هادشي هذا كامل كنعدلو الديزاين ديال الديزاين ديالنا هو هذا الاخوان. كيكون عندك في البيسي يعني مثلا الناس اللي كيكونوا كيعرفوا الديزاين راه غادي يكون عندهم الاخوان ديجا واجد، وكاين الناس اللي غادي يسموه من الصفر الاخوان. هذا هو الديزاين، كنديرو لونسمون وكنديرو امبريمي. هذا A5 فيه 15x21، 15x21 هذا A5. من بعد غادي ندوزوها في لامينياسيون ديال التغليف اللي هي كيتغلف، والنتيجه النهائيه غادي تشوفوها معايا. النتيجه النهائيه غتكون الصراحه رائعه، كيجي على شكل كتاب بحال هذا تقريبا، بحال هذا كيجي على شكل كتاب، يعني اي واحد يقدر يصاوب بحال هذا الكتاب هذا ديال المنيات. فهمنا يا اخوان؟ غادي تشوف معايا خطوه بخطوه كيفاش كندير. هنا يا اخوان فاش طبعناها هما وصلوا للماكينه. دابا ها هي A5 اي بي 4، اي بي 4 هو ديال 300 غرام، غادي ندخلهم في الماكينه. انتم يا اخوان تشوفوا الطريقه، راه صراحه سهله، اي واحد يقدر يبدا هذا المشروع هذا. هنايا غادي نتكيو في A5 وغادي نتكيو في تيرميني. دابا هذا الجورنال بابي ديالنا بحال هيدا. حنايا الاخوان الطريقه اللي كنديروا غير باش كنعاونوه بحال هيدا، كنجرو هذا باش ما تجرناش، وكنتاكدوا المهم هي خارجه. شفتوها هي خرجت، كنتاكدوا بعدا داكشي واش هو هذاك. ها انتم الاخوان ديزاين، يا سلام، كتاكد منه غير واش واجد، واش داكشي هو هذاك، عندك تكون قلوبه الى غير ذلك. الكتابه كما كتشوفوا هادو راه غادي يمشيو من برا، هادو يمشيو من بلجيكا الاخوان. صافي دابا غادي نكملوا العمليه ديالنا، عندنا 20 منيه الاخوان، نكملوا العمليه ديالنا بحال هيدا. بالنسبه للناس اللي كيسولوا على ريكتوفيرسو، راه هذه ما كتطبعش ريكتوفيرسو، يعني الطباعه غتقلب بشكل مانيوال. فهمنا يا اخوان؟ هانتوما غادي تشوفوا معايا الطريقه من أ حتى لزد، كتعاونوا غير بحال هيدا. ها هما كيدوزوا بوحده بوحده، كاينه 20 حبه، من بعد غادي تقلب. انا نوريكم كيفاش غادي نقلبوا الاخوان، خليكم ما تحرقوش المراحل وتابعوا الفيديو حتى الاخر. ها هما الاخوان سالوا، ها هما فين هما؟ دابا هادو كنشدوهم وكنقلبوهم هيدا الاخوان. دابا غادي نقلبوهم على الوجه ديالهم، دائما الوجه اللي كتطبع هو اللي كيكون في التحت. فهمنا يا اخوان؟ ها هما دابا غادي نقلبو الظهر ديالهم باش يطبعوا لنا ريكتوفيرسو جوج جوايع. فهمنا؟ ها انتم تشوفوا يا جورنا دابا، دائما كنجرو باش كنتاكدوا. هانتوما الاخوان هاهي باج ريكتو فيرسو. شو الاخوان دابا هادو غادي ندير لهم غير السلوكه، وغادي ندوزوهم في الماكينه ديال التغليف اللي هي هادي، خليكم تشوفوا معايا المراحل كامله الاخوان. المهم هانتوما الاخوان الدورة كاملين مسالين. دابا تجي الوقت ديال التغليف، هاهما هنا كاين 20 وهنا كاين 20
هنا كاين 20. دابا هادو غنغلفوهم الاخوان بالبلاستيك القاصح، فهمنا؟ خليكم تبعوا معايا المراحل. الاخوان كنحتاجوا هاد البابي ديال لاميناتور. هاد البابي ديال لاميناتور كيعمل تقريبا شي درهم و 60 فرانك الورقه، باقي شي 160 درهم فيها 100. هذا هو البابي كيجي يعني كتفتح من كتفتح هذا من جوج جهات بحال هكذا، وكتلبس الورقه هنا وكتحط عليها البلاستيك الفوقانيه بحال هكذا، وكتدخلها النتيجه اللي كنحصلوا عليها بحال هكذا، وكتدخلهم من اللاميناتور بحال هكذا. لا تنحيدوا، هذه راه هي دازت حتى كتولي لي قاصحه بحال هكذا الشيء. نشدوا هذه وغادي ندوزوه بحال هكذا، ها انتم حتى كتغلف كتولي قاصحه، مغلفه قاصحه، فهمنا الاخوان؟ وماكينه ديال لاميناتور كتما غير 700 درهم، ماشي شي حاجه كبيره، يعني اي واحد يقدر يشري هذه الماكينه. تبقى ماشي معاهم بحال هكذا كيتغلفوا حتى كيتسالوا الاخوان. غنبقاو ماشي معاهم هكذا هكذا دقه دقه، من بعد غنوريكم الخطوه المواليه ان شاء الله. ها النتيجه كيفاش كتخرج، هذه هي كدوز، فالنتيجه كيفاش كتخرج، كيولي بلاستيك قاصح. شوف شفتوا، هذا هو اللي كتشوفوا عند الريستوران، يعني الناس ديال المحلات المطاعم الى غير ذلك، كيكون عند بحال هذا قاصح. هذا كيكون بكثره اليدين كيبقى شاد في راسو، يعني كيطول مده طويله الاخوان، فهمنا؟ دابا ديك الساعه نساليوهم، ملي نساليوهم نفرقوهم على جوج بحال هكذا، نفرقوهم كاملين بما نفرقوهم على جوج، من بعد نرتبوهم وعاد نديرو لهم السلك، فهمنا الاخوان؟ ان شاء الله كلشي غتشوفوا معنا بالتفاصيل، وما تنساوش تدعمونا بالشركات وتفعلوا الجرس الاخوان. هانتوما الاخوان كتقدو بحال هاد الطريقة هادي، كتخرج من هنايا من السخان، كشي ساهل، ماشي شي حاجة. هانتوما يعني هدا كيتغلف بين هدا وهدا صافي، وكتخرج مسالية فينيا، موراها قسموهم على جوج. صافي الاخوان، بعد ما هادو كيكونو مشروكين هدا كنقسموهم على جوج، كنديرو لهم التقابي، التقابي كنديرو لهم بهاد الماكينة هادي، الماكينة ديال سبيرال. الماكينه ديال سبيرال، وهذا هو سبيرال اللي كنستعملو. سبيرال كيفاش كيتركب؟ بعدا نوريكم كيفاش كنثقبو. كيفاش كنثقبو؟ كندخلو هذه هنا وكنجرو وكتثقب لنا، هانتوما كما كتشوفو كدرنا الثقابي هذا. البواط دو شيت عند هنايا، داك البلايص ديال الثقابي عندنا هنايا، شفتو؟ هادو هما ديك الزبل ديال الثقابي. كنركبو السلك، السلك كنركبوه هنايا هذا هنا، هذا هنا، هذا هنا الاخوان. دابا هنايا خصني نشد بجوج يدين، يد واحد كيصور، المهم كيجي بحال هكذا، وكنشدو هادو، كنشدو هادو الاخوان، هادو ديالنا، وكنديروهم بحال هكا. هانتوما تشوف كنديروهم بحال هكا، بحال هكا كندخلوهم هنا كيما كتشوف، كندخلوهم في البلايص ديالهم بحال هكا. ها هذا مورا، هذا بحال هكا، هانتوما وكندخلو هادي عاود هنايا، خاص واحد يشبر واحد يدخل. وانا كنتم كتشوفو دابا كيفاش غنثقبوهم، يعني كنثقبوهم بالماكينة بحال هكذا، هانتوما بحال هكذا، يعني كنثقبوهم. من بعد الاخوان يعني كنجمعوهم يعني شحال ما عندنا، 4 ولا 5 د الحبات، وكنجمعوهم بالسلك. السلك هو هذاك اللي كنخدموا به، كاين بحال هذا وكاين الكبير، على حسب النمره، على حسب الكاباسيتي ديال لي باج اللي عندك. هانتوما تشوفوا اخوان الطريقه كيفاش كنجمعوها، الطريقه صراحه ماشي صعيبه بزاف. هانتوما يعني كتركب السلك وكدير فيه ديك السلك، تدخلو في داك التقال، هانتوما غير باش تشوف. هادي هي ماكينة السبيرال الاخوان، صافي وكيخرج ناضي.
بغيتي تقلب حتى الصفحات كيولي كتاب ناضي الاخوان شفتو هانتو هذه هي النتيجه النهائيه الاخوان شفتو داكشي رائع كيجي كتاب خيالي في النهايه هاهما حنا تقريبا وجدناهم كاملين الاخوان هاهما شفتو كونتيتي كامله ديال 20 مليون الاخوان كامله واجده اذا الاخوان نتمنى تكون عجبتكم الحلقه نتمنى تكونوا استفدتوا معنا ما تنساوش تدعمونا بالشراكه الاخوان واللايكات باش ان شاء الله نستمر في مزيد ان شاء الله فهذا المشروع هذا مربح يقدر يخلي لك ارباح محترمه الاخوان وخا ما يكونوش عندك الاله الا ان الاله هذه ما كتصدرش غاليه هذه كدير غير 1200 درهم الماكينه ديال كونيكا هي اللي غاليه تقدر تطبع عند شي حد وتجي تركبهم في الدار الاخوان منيات صراحه فيهم ما يدار اذا تلاقاو في فيديو مقبل ان شاء الله نهاركم مبروك سلامه